الاخبار؟ يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع الاخوان. احنا اليوم نهار 19 شهر 4 2022. البحر اليوم علو الامواج كتراوح ما بين متر و 60 سنتيمتر متر و 70 سنتيمتر. غدا ان شاء الله على حسب المواقع اللي كاينه عاطين ان البحر غادي يدير 3 متر، يعني غادي يقصح البحر، القوه ما كايناش. رجعت انني نصيد غدا ان شاء الله. الطعم اللي بان ليا غادي يخدم ليا غدا ان شاء الله هو البطاطا او البسطيط كما كنسميوها هنا في المنطقه ديال الدار البيضاء، النواحي ديال سلا والرباط كيقولها الكشومه، نواحي سيدي افني ابسطاط، يعني كل منطقه البطاطا. يعني لقيت يعني البطاطا شويه كما كتشوفوا، السطل ديالي هو هذا فيه البطاطا، وهنا هاد الضايا هادي كما كتشوفوا مازال كاينه فيها البطاطا الاخوان كما كتلاحظوا. ها وحده ها هي، هي كاينه هادي الاخوان. هاد المنطقه الاخوان معروفه انها كتلاح فيها البطاطا، ومن المميزات ديال البطاطا او البسطيط فهي كتصيد البحر واعر، والحوت كياكلها الاخوان، يعني ملي كيكون البحر قاصح كياكلها الحوت. كاينه هادي الاخوان ها هي، ولكن هادي الاخوان ما صالحاش للصيد، انا غادي نخليها عندي هنا باش غادي نشرح لكم علاش ما صالحاش. هادي الاخوان ها هي، هادي مزيانه كما كتشوفوا، هادي مزيانه الاخوان. كاين هادي حتى هي، هي خارجه لها واحد الجنيبانه حتى هي، كاينه هادي كما كتشوفوا الاخوان. هنا كنظن انني عندي الكميه الكافيه باش غادي نصيد. هادي الاخوان هادي ممتازه في الصيد، ان كما كتلاحظوا بدات كتعتاليها شويه ديال البيوضيه، ماشي بزاف. هادي يعني بسطيطه زوينه، غتكون الرائحه ديالها مميزه، يعني مزيانه، يعني غادا تشد الصناره، ما غتكونش كما كنقولوا انها طارت بزاف. هذه الاخوان اللي قلت لكم ما غاداش تخدم، لان كما كتشوفوا انها اعتلتها البيوضيه بزاف، هذا دليل انها بقات غير الماء، يعني الداخل بقات غير الماء الاخوان. واخا غادي نحلوها كتميز برائحه قويه، ولكن ما غاداش تشد لينا في الصناره، عكس هذه يعني كتميز واحد الرائحه مزيانه قويه، ولكن كما كتشوفوا باقي اللون ديالها هنا كيعتليها السواد، وكاين يعني بقع بيضاء يعني ماشي كثيره، يعني هذا دليل ان هاد البسطيطه باقا صالحه للصيد. هذا الاخوان غادي نرميها. عندنا هذه كما كتشوفوا الاخوان يعني مزيانه حتى هي، كتلاحظوا انه ولا عليها هنا واحد الانتفاخ، يعني ان الجلده ديالها ولات كتبان يعني ملسه، رطبه يعني ماشي حرشه. هذه حتى هي مزيانه الاخوان، الرائحه غتكون فيها قويه، غتكون صالحه للصيد. هذه الاخوان كما كتلاحظوا باقا خشينه من هنا، يعني القشر ديالها باقي خشين، قاصحه يعني ماشي رطبه بحال هاد البسطيطه، يعني انني كنحط على صبعي كنحس بها انها رطبه. هذه قاصحه الاخوان، يعني ان البطاطا باقا جديده، يعني باقا ما تميزتش بديك الرائحه القويه، ولكن حتى هي الاخوان كتصيد مزيان، غير ملي كيكون الماء مسور يعني احمر وكيكون البحر كثير، كتكون هاد البسطيطه اللي قلت لكم كتكون يعني وصلات لواحد النيفو انها كنقولوا طابت، يعني كتصلح الاخوان للصيد احسن من هذه اذا كان البحر واعر. وهذا الاخوان لك المصافي والبحر يعني كيكون ماشي قوي الهيجان، حتى هي كياكلها الحوت، وخا يكون البحر واعر الاخوان كياكل الحوت، غير هذه الاخرى كتميز على هذه فاش كيكون الممسوح. شوف فكيف ما شفتوا بالامس نزلت جمعت البسطيط يعني البطاطا باش نصيد، فعلا جيت للبحر، صباح البحر واعر زيد كاين الريح، نزلت لهذا المكان هذا اللي مدرب بواحد الحائط باش نحاول نتفادى الريح، باش نوري الاخوان الطريقه ديال المونتاج اللي كنستعمل. كما كتلاحظوا القصبه ديالي هي هذه شيمانو 5 متر، موليني شيمانو 12000 عامر ب 45، 45 هو الخيط اللي كنفضل ديال الصيد، لا بالنسبه للجراره ولا بالنسبه للماكينه. المونتاج اللي كنستعمل مونتاج عادي لدونة الزيتونه كما كيقولوا الاخوان، ترقيعه ديال 40
40 سنتيمتر تقريبا غادي يكون فيها صنارة ديال 3 كربون. هنا الصنار ممكن الرئيس يستعمل 12 يستعمل 3 يستعمل اي صنارة ما كاين حتى مشكل على حسب الاسماك اللي باغي يستهدف. اليوم هاد المنطقة اللي جيت لها كيكون فيها الشرغو كتكون فيها زريقة بالبطاطا خانزة واخا يكون البحر واعر كتكون زريقة وكيكون الشرغو وبعض الاسماك الاخرى الى سهل الله. هنا البسطيطة ديالي اللي جمعت البارح انا كنفضل انني البسطيطة نصيد بها كيف ما هي، كنفضل البسطيطة من الجوا ديالها نطعمها لانها كتحافظ على مميزات كثيرة ديالها من الرائحة من اللون وكتستهدف الاسماك احسن من البسطيط اللي كتكون مقلوعه حيه وكيديروها في الفريغو فكتفقد واحد العدد كبير من المميزات ديالها على ما كيبان ليا لا من الرائحه ولا من اللون وحتى الاسماك ما كتبقاش يعني تستهدفها بحال البسطيطه طبيعيه. كاين طريقه اخرى ممكن الرئيس يستعملها كتبقى البسطيطه محافظه على المميزات ديالها ولكن ما كتصبرش بزاف يعني يومين ثلاث ايام منها انه يقدر يستعملها في قرعه. بالطريقه هنا الانسان مع الدار كيقدر يتفادى الرائحه. وكاين طريقه احسن كتبقى البسطيطه صابره فيها وهي اننا نديرو واحد الطرف ديال الكتان ديال الثوب وكنديرو فيه البسطيط. هنا البسطيط ملي كتفقد المياه ديالها في هذا الطرف ديال الكتان كيمتص هذيك المياه. هنا البسطيطه ممكن تبقى لينا 6 ايام سيمانه وحنا نصيدو بها بالاخص اذا كانت حيه وجديده فهي كتصبر اكثر وقد ما كانت قديمه شويه فالايام يعني كتنقص اللي كتصبر فيها. الطرف ديال الثوب ضروري الرئيس يكون عنده لان البسطيطه الرائحه ديالها قويه باش الا غسل يديه يقدر يمسح يديه. غادي نوريكم المصيد اللي غادي نصيد فيه والطريقه ديال المصيد. هو هذا الاخوان كما كتلاحظوا هذا حاجز طبيعي سنسول ديال الحجر داخل في البحر كيهرس البحر. هنا فين غنصيد ان شاء الله هنا في مواجهه الامواج وهنا دار ديال الحاجز الطبيعي وكاين هذا كنقولوا له الوجه يعني كيهز البحر كما كنقول. غادي نجرب ان شاء الله ولا كانت شي حصيله غادي نوفيكم بها. طريقه ديال التطعيم الاخوان انا عندي صناره ديال 3 البطاطا ديالنا هي هذه. هاد البطاطا عندها واحد العوينات هنا في الراس ديالها دائما كنوركو عليهم وكنحيدو منهم واحد جديدات حمرين هادو من الاحسن نحيدوهم باش ما يلصقوش لينا على الراس ديال الصناره كما كتشوفوا بهذه الطريقه غير كنوركو عليها كيخرجوا. كنشد هاد العوينات الفوقانيين هما اللي كنبدا بهم في الصناره اولا كندخل العين الاولى وكندخل مع الثانيه كنعاود ندور دورة أخرى بهذه الطريقة. الطعمة ديالي كتولي على هذا الشكل كندفعها كاملة كطلع الخيط ديال الصيد بهذه الطريقة هذه. هنا باش ما نستعملش الخيط السحري أو الفيل ماجيك لأنني كنبغي الطعمة ديالي تبقى على الشكل ديالها الطبيعي ودائما الثقل كنستعمل الثقل اللي دائما كيبقى عنده واحد الحركه مع يعني مع التيار البحري كيشد البلاصه ديالو وفي نفس الوقت كيبدا كيتحرك شيئا فشيئا بشويه يعني ماشي تقل اقل من القياس الثاني اللي الكورينج ما يخليهش شاد البلاصه ديالو وتقل ثاني ماشي اكثر من القياس اللي ملي تنزل الطعمه تبقى مستقره في المكان ديالها لان الحركه ديال الطعم هي اللي كتخلي ان الاسماك تنتابه الطعم زائد الرائحه ديال البسطيط زائد اللون ديالها كما كتشوفوا الاخوان هذه الطريقه هذه. كنعاود الخيط كما كتشوفوا بهذه الطريقه وكنشد الصناره ديالي كناخذ الطعمه ديالي بهذا الشكل وكنعاود ندور مع الصناره ديالي. من بعد كنجر الخيط ديال الصيد ديالي بهذه الطريقه الطعمه كتولي عندنا بهذا الشكل ديالي. انا ممكن تشحطها ما تطيحش كتبقى شاده المكان ديالها. دائما يكون واحد قطعه ديال الثوب مع الريس باش يغسل يدو ويمسح يدو لان رائحه البطاطا قويه بزاف وكتبقى لاصقه في اليدين.
الاخوان بسطيط خانزة. الزريقة راه كتاكل بسطيط خانزة كما كتشوفوا، مونطاج عادي. هذه هي الطريقة ديال الصيد في الحجر، مونطاج عادي، بسطيطة خانزة، الماء مستور، البحر محرك، وزريقة كاينة الاخوان كما كتشوفوا. أقرفوا تبارك الله واش دوس إبراهيم، أنا دابا جرني زقلتو تبارك الله.